مرض غامض ينتشر في أسوان، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوضع في المحافظة الواقعة أقصى جنوب مصر على مدار الأيام الماضية، وسط تحليلات وتكهنات عن طبيعة العدوى وكيف انتشرت. فما القصة؟ الأمر مشاهدينا بدأ بمنشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل تتحدث عن انتشار أعراض لنزلات معوية تشمل الإسهال والغثيان والقيء في منطقة أبو الريش وبعض القرى، أيضا قرى مدينة دراو شمالية مركز ومدينة أسوان. بعض رواد مواقع التواصل وصفوا الوضع بالوباء، متهمين السلطات بالتكتم على الأمر، وهو الأمر الذي نفته الحكومة عبر تصريحات عدة لمسؤولين، كان آخرها مؤتمر صحفي لوزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار في أعقاب جولته في بعض مستشفيات أسوان. وزير الصحة المصري قال إن مجمل الحالات كانت 480 حالة، منها 5 وفيات، نافيا أن يكون الوضع وصل لمرحلة الوباء أو أن المستشفيات في أسوان استنزفت طاقتها الاستيعابية كما جاء على مواقع التواصل. 5 حالات وفيات، لم يتأكد ارتباط الحالات بالحدث، حالة خضعت لسحب كامل لكل العينات وكانت سلبية لجميع أنواع الميكروبات، وحالتين من خارج المنطقة، وأيضا بعض الحالات كانت تحت علاج الأمراض المزمنة. يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة. احنا بنتكلم على نسب إشغال النهاردة في المستشفى 37%. وفي خضم التكهنات على مواقع التواصل حول ماهية العدوى، قال البعض إنها كوليرا، وذهبوا إلى أنها انتقلت من السودان القريب من المحافظة الحدودية عبر النازحين الذين لجأوا إلى مصر هربا من الحرب في بلادهم. وكانت وزارة الصحة السودانية الأسبوع الماضي قد أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد إلى أكثر من 11,000 حالة. وأفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بتفشي وباء الكوليرا في السودان جراء انهيار منظومة الصرف الصحي والقطاع الطبي في البلاد. لكن محافظ أسوان إسماعيل كمال نفى وجود حالات كوليرا في أسوان، مؤكدا على استقرار الوضع الصحي في المحافظة. ليخرج وزير الصحة المصري أيضا وينفي الأمر، مؤكدا على أن العدوى هي لبكتيريا اسمها إيكولاي بعد تحليل العينات. الفحص الظاهري للعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي أو البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بمياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن، وفي الحالة دي هو الإنسان. وزير الصحة قال إن العدوى تأتي نتيجة تلوث المياه أو الأطعمة، وأرجع هذا التلوث لاختلاط مياه الشرب في بعض المناطق المتضررة بمياه الصرف الصحي جراء ما وصفه بوصلات المياه العشوائية وبيارات الصرف التي يشيدها بعض الأهالي بالقرب من مصادر مياه الشرب، مؤكدا أن السلطات تعمل على تجديد هذه الشبكات ومد شبكات الصرف الصحي. وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد وجهوا أصابع الاتهام إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية المعروفة باسم كيما، قائلين إنها تصرف مخلفاتها في مياه النيل، حيث تداولوا مقطع فيديو لشاب أسواني يشتكي في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبان زيارة قام بها الأخير للمحافظة في عام 2017، يشتكي من تصريف المصنع مخلفاته في مياه النيل. لكن محافظ أسوان نفى ما تردد حول تسرب مواد كيماوية من مصنع كيما إلى مياه النيل، قائلا إن المصنع يصرف مخلفاته في مصرف صناعي ولديه محطة تقنية للصرف الصحي ذات معالجة ثلاثية. كما نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وجود تلوث في مياه الشرب. وهذه صورة للمحافظ خلال شربه للمياه مؤكدا على سلامتها.
أيضا مشاهدينا، نفت شركة كيما هذه الاتهامات وقالت في بيان: تود الشركة أن ترد على الإشاعات المغرضة، وأكدت كيما أنها تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية، وتتبع البرامج اللازمة للمعالجات أو لمعالجات الصرف الصناعي، وتلتزم شركة كيما بتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية. وتؤكد شركة كيما رفضها القاطع لهذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه سمعة الشركة. ليقوم وزير الصحة في مؤتمره الصحفي الأخير مشاهدينا بالتأكيد على سلامة مياه النيل. وزارة الصحة خدنا 85 عينة من طرود محطات المية، يعني زي ما معالي الوزير كان بيتكلم احنا بقى بنشتغل على اللي خارج من محطات المية، وأظهرت نتائج العينات سلامة جميع العينات الفحص الكيميائي. طبعا اللي انا بحكيه هنا على قد محطتين من 103 محطة من أسوان، ده بيتم على مستوى الجمهورية بشكل يومي، عشان أيضا الإشاعات التي تناولت سلامة ومأمونية مياه النيل. على وسائل التواصل هكذا جاءت بعض الآراء. ميرو تقول: أي مشكلة في مصر حتى لو بسيطة تلاقي ذباب إلكتروني شغلت التهويل الممنهج، عدوى لقرية محددة مش للمحافظة كلها، تلوث أكل شرب وارد يحصل، لا إزاي مش داخلين على موسم سياحة لأسوان لازم نهول ونخوف الناس، ودي كوليرا وفشل كلوي وناس كتير هنا بتزيط في الزحمة، ويلا خلينا نجيب ظرفها. أما ناجي فيقول: مش طلعت إشاعات تلوث مياه الشرب في أسوان فنكوش، بس جماعة الهجوم الغير أو غير المبرر على اللاجئين وضرب السياحة الشتوية في أسوان كان عندهم تارجت أو هدف. صقر يقول: كعادة النظام إلقاء اللوم على الشعب، بيقول لك وصلات صرف ومياه عشوائية.